اي بلد بتفضل شريك حياتك يكون؟ لبنان او عراق. كانت الاسم انك تتزوجي شاب عربي، من اي بلد بتفضل شريك حياتك؟ بفضل اخذ حدا من العراق. سوينا تجارب اجتماعيه بينت الكرم والغيره والنخوه العراقيه، راح ابدا وياكم بالمقاطع اللي صورناها خارج العراق، خلينا نشوف العراقيين او غير العراقيين اللي موجودين خارج العراق، من جينا وسالناهم شنو رايكم بالعراق؟ شنو رايكم بالعراقيين؟ وبالتفصيل جينا سالنا ماذا لو صارت الفرصه وصارت القسمه تزوجت او تزوجتي عراقي، ايش راح يكون ردك؟ خلينا نشوف. انك تتزوج من فتاة عربية من اي بلد عربي بتختار شريك حياتك؟ بختار شريك حياتي من تونس او من العراق. يا من تونس يا من العراق. انه ممكن تكون عراقية من بيناتهم. انه هن الاصالة عندهم والتربية عندهم. طيب اذا اشترطت الشابة العراقية على الارتباط فيك انه تسكن بالعراق، تنقل سكنك لهونيك؟ اكيد بنقل سكني، حدا بيصح له يكون حد اهل البيت وبيقول لا. الله جوي سألوا شاب لبناني موجود بدولة لبنان الشقيقة، شنو رأيك إذا تزوجت عراقية؟ قال تمام، أنا أختار العراقية والتونسية. ليش العراقية؟ العراقية عندها مبادئ تربية صحيحة وأخلاق زين. إذا هاي العراقية قالت لك تعال اسكن يمنا بالعراق، إيش راح يكون ردك؟ بدون سابق إنذار، بدون تفكير، تمام انا اجي اقعد بالعراق. وين محصليها هاي الفرصه انه احنا نجي نقعد بالعراق قريبين على المراقد المقدسه بين اخواننا العراقيين اصحاب الغيره والكرم؟ هذا الرد اللي احنا حقيقه كنا منتظريه وما متفاجئين به، كون الشعب اللبناني من يجون يسالوهم عن العراق والعراقيين هاي ردت فعلهم. خلينا نشوف لبنانيه هاي الشابه شنو قالت. كانت القسمه انك تتزوجي من شاب عربي، من اي بلد بتفضل شريك حياتك يكون؟ لبنان او عراق. ليش اخترتي الشاب العراقي كزوج مستقبلي لإلك؟ بيحترموا المرا وبقدروها وفي عندهم كتير الكرم. كانت الاسم انك تتزوجي شاب عربي، من اي بلد بتفضل شريك حياتك؟ بفضل اخذ حدا من العراق. طيب ليش اخترتي العراق ضمن مجموعة الشباب العرب؟ اجمالا كتير بيعاملوا المرا باحترام وبيعاملوها بطريقه كتير حلوه، فاكيد هيدي من الصفات المطلوبه انه اذا بدك تاخذي حدا يكون شريك حياتك. بس العراقيين معروفين انه احتمال يتزوج عليك مره ثانيه بالمستقبل. هيك ساعتها بطل نتجوز. اذا كانت القسمه انه تتزوج من فتاه عربيه، من اي بلد عربي بتختار شريكة حياتك؟ يا عراقيه يا لبنانيه. اي بتفضل؟ هلا صراحه العراقيه. ليش انت العراق نمبر 1؟ العراقيه هلا لانه هن شعب اصيل معروفين بالاصول يعني بهالاخبار. اذا اشترطت الشاب العراقيه انك انت ترتبط فيها تسكن بالعراق وبتنقل سكنك لهونيك او شو؟ صح. ايه ليش؟ هلا كرمال المقامات، نحن عندنا المقامات يعني هذا شيء نحن بنحب كثير نطلع عليه، فكرمال المقامات والائمه وهيدي الأخبار. اذا كانت الاسم انك تتزوجي من شاب عربي، من اي بلد عربي بتفضل تكون شريك حياتك؟ هلا اكيد بفضل انا يكون لبناني طبيعي من لبنان، بس يعني اذا كان من جنسيه تانية ما عندي مشكل، في يكون تونسي عراقي جزائري ما بأس. ليش اخترت الشاب العراقي كزوج مستقبلي الك من ضمن الاجوبه اللي قلتيهم؟ هلا العراقيين معروفين بشجاعتهم بكرمهم باصلهم، ف اذا هذا الفيديو واضح ما تم تصويره بالعراق، هذا صورناه خارج العراق واخذنا راي العرب، راي اشقائنا بشعبنا الشعب العراقي. ماذا لو صارت الفرصه تزوجت او تزوجتي شخص عراقي وبهذا الزواج اكو شروط، يا اما تجون تسكنون بالعراق؟ اول رده فعل انه تمام اريد الشاب العراقي، والشاب يدور فتاه عراقيه. ليش؟ نقطه انه ليش تختارون العراق؟ ليش مو تونس؟ احد الدول اللي ذكروها تونس او المغرب او او او، لكن العراق. افضل انه تكون زوجتي عراقيه او تفضل ان يكون زوجها عراقي؟ زين ليش؟ كرم الاصاله التربيه، واحنا وين نلاقيها ونجي نسكن بالعراق؟ هاي النقطه اللي احنا دائما نجيبها ونبينها بهذا البرنامج. احنا كعراقيين نعرف بانه كرمنا وغيرتنا ونخوتنا واصله لكل دول العالم، لكن اجينا بهذا البرنامج بينا رده الفعل انه احنا اخبارنا وغيرتنا وهاي المقاطع المليونيه اللي جاي تصور بالعراق جاي يشوفوها الناس كلها، لكن من نجي نسال نقول يابا شنو رايكم اذا صار كذا وكذا وتجون للعراق؟ العالم قاطبه، اول الناس يفكرون بانه يجون يعيشون بالعراق،
بين أخوانهم العراقيين اللي جذبهم شغلة واحدة واللي هو كرم الشعب العراقي وغيرة الشعب العراقي ونخوة الشعب العراقي، وهاي اللي ما تخلص.